الذي تقوله يا هذا؟ طفلك بات خبيراً في سياسات اللصوص ومنفذاً لعمليات فرارهم. حضرتك قلت بأنه طفل. هذا الطفل أصغر من أن يتواطأ مع هؤلاء. ولكن ما بك، ألم تسمع خطبته المضحكة تلك؟ أهذا كلامه؟ من قام بتلقينه إن لم تكن له صلة بهؤلاء؟ أنا أوافق الأمير على ما قاله، فلو أن هذا الولد الضال لقي تربيته بعيداً عن صفدر المرتد ذاك والجاهل لدين الله لما قال ما قاله في الميدان أيها الحاكم. فمن الواضح أن الحكم في هذه الحالة هو هدر الدم طبعاً، إلا أنه من المخالف للشرع أن نتجاهل سنه. أيها الحاكم، جمشيد ولدي طفل، وأنتم أعقل الناس إلى سلوك المراهقين وتقلباتهم. نعم أعقل الناس طبعاً، ولكن لو كان للجهالة عقاب فعلى العدالة أن تتحقق للشيخ والأمير. ليتك ولدت أبكم يا جمشيد. تفهم هذا الأب، الجميع يعرف جمشيد، إنه طفل ساذج. هل صحته جيدة جداً؟ حضرة الحاكم، خاتون تطلب منكم منحها شرف ضيافتكم. فلتنتظر بعد. أنا آسف يا خاتون، لقد أمر في أن تنتظري. أنا أخشى من تهور الأمير وحقده الأعمى. لا أرى من الحكمة أن تؤجل القضية. إذا اعتاد أهل كشان على هذا التساهل ستسوء الأمور. العدل في العفو عن هذا الطفل، إنه ولد بريء وجاهل. الحاكم أكثر الناس دراية بالعدالة. أوامر الحكومة لا تشبه الطبابة، كما أن القضاء ليس من شأنك أنت. صونوا ألسنتكم، ما هذا الاستعراض الذي تقوم به؟ جئنا به بطلب من السيدة خاتون. أيها الأمير، كيف ترى تحقيق العدالة؟ لقد أوقف إنزال الحد وعرقل تنفيذ الحكم. وأنت يا شيخ، ماذا تقول الشريعة في هذه الحالة؟ الحكم الوحيد للبدع والردة هو الموت، لكن هذا الولد لم يبلغ السن الشرعي. ولكن عقله ليس بعقل طفل. الحكم؟ ما الحكم؟ إما أن ينوب الأب في نيل القصاص، وإما أن يحبس الولد حتى يبلغ السن. تنفيذ الحكم الشرعي أمر محتوم لا مفر منه. أيها الحكيم، عقوبة ابنك شديدة وصعبة، إنما هذه المرة أنت تدين بروح ابنك الساذج لسيدتنا خاتون. ولكن قسما بالله ورسوله، إن بلغني تورطه في مغامرة كهذه مجددا لسوف أنزل به عقوبة تجعله عبرة لغيره. ولكن كفى كلاما، وأنتما اذهبا من هنا قبل أن أعود عما قلت. ابقى، فاليوم ما رأيته في الميدان وسمعته جعلني أتيقن من أنك تعرف الكثير بالرغم من صغر سنك، وأنك لست في حاجتي كي أنبهك. حق كلامك رغم قساوته، جميل حديثك رغم عدم نضوجه. جمشيد، أبوك يخشى يوما لا سامح الله أن يلقي لسانك اللاذع برأسك المتفكر في الهاوية.